في السفر أو معنى السفر لغة وشرعا؟ لغة وشرعا، أما لغة فهو الخروج من بديان البلدة التي يسكنها، مفهوم؟ الخروج من بنيان البلدة التي هو يسكنها. أما شرعا فهو كل خروج يقترن به نية السفر التي تستلزم استعدادا غير استعداد المقيم. المسافر يستعد بلا شك استعدادا خاصا بسفره وليس استعداد المقيم. وأول ذلك النية، وأنتم الآن في واقعكم الحالي ما أظن أحد منكم نوى السفر بهذه الرحلة، ولا أحد منكم ودع ولدا له أو زوجة كما يفعل المسافر، ولا هو استعد استعداد المسافر، ولا شيء يعني من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقة. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للسفر شرعا، علما بأن المسألة فيها خلاف طويل جدا منذ القديم حتى اليوم لدقة القضية وعدم وضوح تفسير القاطع والرافع للنزاع في أدلة الكتاب والسنة، لكن هذا الذي يترجح لدينا في تحديد السفر الشرع. تفضل. لما أتممت؟ لأني ما نويت السفر. لو زدنا توضيحا. لماذا أنت قصرت؟ أنا قصرت بناء على ما سمعت منك. وهو أننا مسافرون. وين وين سمعت منك؟ يعني في حدود ما سألت سمعت أنا أبو صالح إيه؟ والمسافة وكذا. هذا سمعته الآن أما إيه؟ من قبل. لا طيب. الذي سمعته مني قلت أنه مسافر ما دام انتقل من مكان إلى آخر وهو يطلب الكلاء مثلا أو العشب أو ما شابه ذلك. هذه مسألة غير ما نحن فيه. نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساء. نعم. فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين، أساسهما النية والآخر خروج من البلد. فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت أحكام السفر، ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرة. أما الأصل غير موجود وهو النية، فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة طويلة أو أقل أو أكثر هذا ليس مسافرا، لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام إنه ثلث الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جدا والتي اختلفت فيها أنظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح
إطلاقا، بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول هذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق، ما يستطيع أحد أن يقول هذا. لكن كل ما يمكنه أن يقول أنا أختار كذا، أنا أختار كذا، فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، له رسالة خاصة في أحكام السفر، فإنه ضرب مثلا رائعا جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة، أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة فأظن هذا ليس موضع نقاش، لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من المدينة إلى البقيع فيسلم عليهم ثم يعود، كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد يسلم عليهم ثم يعود، لا يعتبر نفسه مسافرا مع أنه خرج عن البلد. وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا، عفوا، إذا قطع مسافة طويلة فذلك لا يعني لمجرد قطع هذه المسافة أنه صار بها مسافرا. المثل الذي ضربه هو كالتالي، هو دمشقي مثلي وحول دمشق قرى معروفة، فضرب مثلا ببلدة تعرف إلى الآن بدومة، قال فلو أن رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة 15 كيلو، لا شك أنه هذه المسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر. يقول بأن هذا الرجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتابع المسيرة وتابع وتابع وأخذ معه لوصل لوين؟ لحلب، وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلو متر اليوم بالسيارة. يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيصل بيخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع عشية، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر، إنما ينوي أداء هالعمل هذا ليعتاش. إذن يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما سافر والآخر لا يعتبر مسافرا، ذلك لاختلاف نيتهما.
وعلى ذلك يتفرع أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة، أي الإقامة المؤقتة. رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما، نزلا في بلدة أخرى، أحدهما إقامته إقامة مسافر، الآخر هو مقيم. لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك، له زوجة أخرى، وهو من زوجة إلى زوجة، فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله، أخذ حكما غير حكم صاحبه، لأنه اختلف الأمر في بعض صوره. ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا، وهي أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم الآخر والعكس أيضا كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له كيف مشاهدة فقط فتغيره هنا إلى العرف، هذا ضروري جدا للذي نوى السفر أيضا، أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يقيد. أنهم إذا كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة فيه، الصلاة الأولى صلاة الظهر، فالسنة أن يجمع، والحالة هذه بين الظهر والعصر جمع تقديم. أما إذا كانوا منطلقين وقت صلاة الظهر فلا يتعمدون النزول، وإنما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر، حين ذاك ينزل بهم جميعا ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تأخير. فإذا إن أدركتم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جمع بهم جمع تقديم، وإلا جمع بهم جمع تأخير، ثم يجب عليهم جميعا أن يقصروا من الصلاة وأن لا يتموها، لأن القصر عزيمة وليس رخصة، وهذا على أصح قولي العلماء. رخصة ما هي حقنا؟ كيف؟ عزيمة وليست رخصة. عكست أنا القصر. القصر إيه؟ إيش قلت أنا؟ طيب أقول عليهم أنهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا، لأن القصر عزيمة وليس برخصة، بخلاف الجمع. الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة، بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبعوا رخصه، كما قال نبينا صلاة الله وسلامه عليه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الحديث الآخر: كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لذلك الأحب والأشرع أن يجمع بين الصلاتين، وفي خاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل وهو أداء كل من الصلاتين في وقتها، وهنا تتأكد الرخصة على الجماعة. ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى، لأنه في ذلك معنى خفيا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكرا بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال هذا السائل: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا، وربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال عليه السلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله، السيد الحق هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يحسن به أن يرد منحة سيده وهو عبد مخلوق مثله، فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى؟ لذلك ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة وبين الجمع وأنه رخصة، فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى ورأفته بنا. إذن لابد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين. كذلك مما يحسن التذكير به أن كل صلاتين جمعتا معا لهما أذان واحد وإقامتان، ليس يؤذن لكل صلاة منهما وإنما أذان واحد، ولكن يقام لكل منهما إقامة، وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. أقول هذا لأن هناك بعض الروايات وفي الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة أذن أذانين وأقيم إقامتين، فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ، والمحفوظ أذان واحد للصلاتين وإقامتان. فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار، فضلا عن أن يكون الفصل بالسنن، لأن السنن تسقط في السفر. السنن التي تشرع
أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلا، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سنتان، أولاهما سنة الفجر والأخرى سنة الوتر. فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما حضرا ولا سفرا. وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين، ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الركعتين دون اللي يستعين بهما بعض المصلين، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرا. كذلك سنة الوتر، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضا عليها حتى في السفر، حتى وهو راكب على ناقته ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض ويصلي وهو راكب. أيضا إذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى فلا فصل بينهما، لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دور كل صلاة. فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى وانتهت الصلاة، هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دور الصلوات في كل الأوقات. أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل، هذا معروف عندنا. تحديد وقت القصر مطلقا، تحديد وقت القصر يعني في السفر. السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها. ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا لحكم يتعلق بالصائمين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد، كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما. وعلى ذلك فكل من خرج من البلدة التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا، لأن السفر مشتق من الخروج من الإسفار وهو الخروج. فإذا خرج القاصد للسفر من بلده ناويا السفر فهو مسافر، قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت. فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة، وليس قطع مسافات. الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر. هذا القول
هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات لمحددة للسفر، لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الاطمئنان والاعتماد عليه، فهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو ألا ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر وأخذ أحكام المقيم، وإن لم ينوي الإقامة فيها فهو لا يزال مسافرا وتجري عليه أحكام السفر من جواز الإفطار في رمضان وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ووجوب القصر للصلاة ونحو ذلك. ولكن يجب الانتباه لأمر تنبهنا أو نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا لا يقولون إذا نزل في بلد ونوى الإقامة فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا، بل كانوا يستعملون لفظة أدق من لفظة نوى الإقامة، وهي أجمع الإقامة. فلذلك اقتداء بهم أقول إذا نزل المسافر بلدة وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر. فعرفنا أنه إذا أجمع الإقامة، لكن ما هو العكس؟ لم يجمع الإقامة، ما صورة هذا النفي؟ نقول من نزل بلدة لقضاء مصالح له فأجمع الإقامة يعني اطمأن وركن فهو مقيم، لكن إذا كان يقول غدا أسافر بعد غد أسافر لسه ما تبينت له معالم الخطة التي ينبغي أن يمشي عليها فهو متردد اليوم بكرة غدا إلى آخره، فهذا لم يجمع الإقامة لأنه متردد في نيته، فهذا يظل في حكم المسافر ولو أقام شهورا. وعلى ذلك جاء في الآثار الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو خراسان هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق، فأقام هو ومن معه من الوزاة على السفر يصلي قصرا 6 أشهر حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم. هذا ما يمكن أن يقال في خصوص السفر وتحديده، وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع بتحديد مدة السفر أو مدة الإقامة، وما جاء في ذلك فهو محمول على النية، أي على جمع النية أو على عكس ذلك. الشاهد فهذا القيد أخي لا قيمة له، أنه إنسان نزل بلدة وقدر أنه بده يقيم فيها 5 أيام ما يصير بذلك مقيما، هو لا يزال في رغبة السفر، فما دام لا يزال كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو مسافر وتجري عليه أحكام السفر. هذول الجماعة إذا جاءوا من بلد هي الكركوك
ونزلوا هنا، فإذا كان هذا في عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهو مسافرون، إلا إذا نووا الاستقرار في هذا المكان، مش هم قاصدون أن يعودوا من حيث جاءوا. المهم هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل بأنه إذا نواها يصبح مقيما ولو أنه على سفر. نعم. لكن هل هذا يصح أن يقاس عليه ما نسمعه من بعض أهل العلم اليوم أنهم يقولون بالنسبة لبعض الطلاب الذين يسافرون من بلد إلى آخر سواء كان هذا البلد إسلاميا أو شركيا في سبيل طلب العلم، يخرج الرجل مثلا من بعض البلاد العربية إلى أوروبا أو أمريكا يقيم فيها السنين الطوال 4 سنوات أو أكثر، يقول هذا البعض بأن هذا مسافر. كيف هذا مسافر؟ هنا نقول هل يصدق عليه قوله تعالى على سفر؟ البت لا، هذا مقيم. هذا كله إذا غضضنا الطرف أنه لما نزل في ذلك البلد ما نوى الإقامة، بينما حقيقة هو نوى الإقامة على الأقل السنة الدراسية كلها، ثم إذا أتيها له زيارة بلده في العطلة زار وإلا فلا. إذن المسألة فيها دقة لكن فيها أيضا معنى إذا ما تأمله طالب العلم وجده إن شاء الله بينا واضحا. ما حكم صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر؟ يعني هو مفهوم عند المسجد فسم. المسافر كما نعتقد جازمين ليس عليه واجب صلاة الجمعة، وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقينا آكد فرضيتها من صلاة الجماعة وهي ساقطة أو ساقط فرضيتها عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة. لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر، وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة، في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة، لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام أظن لمالك بن الحويرث: إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا، فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين. هذا هو الجواب. تفضل. أنت مسافر ها؟ وأتيت إلى أهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر أو الصلاة الرباعية، ووجدتهم في الركعتين الأخيرتين، هل تسلم أم تكمل؟ وما وجه الأدلة في ذلك؟ الجواب أن المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم، فلو أن هذا المسافر أدرك الإمام قبيل السلام ثم سلم الإمام وقام المقتدي فعليه أن يأتي بالصلاة على الكمال والتمام، لأنه جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الآفاقي
يصلي في رحله قصرا، فإذا صلى هنا كيف يصلي؟ يعني في مكة وراء الإمام. قال يصلي تماما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص صريح في هذه المسألة، ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه بين الشيخين: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا تم المسافر بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم، فلا بد له من التمام ولو كان مسبوقا بكل ركعات كما ذكرنا. غيره. الإمام المسافر لا يجوز له أن يتمه، بل عليه أن يتبع الرسول عليه السلام في قصره دائما وأبدا من جهة، وأن يتبع قوله عليه السلام حينما قيل له: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. فهذا الذي يؤم الناس وهو مسافر فعليه أن يقصر. لو مثلا لو أنا أممتكم فأنا أصلي بكم العشاء ركعتين، أما أنتم عليكم أن تتموا، لأن الفرض علي ركعتان والفرض عليكم أربع ركعات. لا يجوز لي أن أراعيكم، وبعبارة أدق لا يجوز لي وأنا إمامكم أن أقتدي بصلاتكم. صلاتكم صلاة المقيم وأنا صلاتي صلاة مسافر، فما يليق بالإمام أن ينقلب إلى مقتدي والمقتدي ينقلب إلى إمام، أي المقتدي يتابع الإمام والإمام يتابع المقتدي، لا. فإذا من كان يصلي وهو مقيم وراء إمام مسافر فعليه أن يتم حينما يسلم الإمام. وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم فعليه الإتمام، وهذا مما جاء النص الصريح في ذلك. وقد تسمعون خلاف ذلك من بعض الناس، فحذاري ثم حذاري، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له: يا أبا العباس، أبو العباس كنية عبد الله ابن عباس، يا أبا العباس ما بالنا؟ والسائل آفاقي أي ليس مكيا. قال لابن عباس وهو مكي، قال: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا هنا في المسجد الحرام أتممنا. قال: سنة أبي القاسم. سنة أبي القاسم أي إذا صلى المسافر في رحله لوحده فواجب عليه أن يصلي قصرا، فإذا اقتدى بالإمام المقيم فعليه أن يتابعه. وهذا الحكم الثاني في هذا الحديث الصحيح في مسلم من تمام قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه، أنت مسافر اقتديت بإمام مقيم، هو لما جلس للتشهد الأول قام أنت سلمت، خالفته وخالفته مخالفا للسنة الصحيحة التي ذكرناها لكم آنفا عن ابن عباس. إنما يكون مسافرا قاصرا جامعا أو قاصرا ويأتي مع جماعة ويؤممون أو يؤمون فيأمهم، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتين من الأربعة ويقول: إمامكم قاصر صلاته أتمه، أو نحو ذلك.
هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. بعد السلام جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإنها قوم سافر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. لأنه إن قال أتم فهذا كلام بطلت صلاته، أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أسر في حالة الإقامة بيكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أين؟ وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه ولو مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسرت إليه، قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول هالملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قام شوشرة بعد الصلاة. أنه ليش اعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة وخلاف إلى آخره. كمان كلمنا كريم يا أخي تأييدا لكلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أما قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم أفاقيون، فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.